هي مهم ان احنا بس نؤكد على ان احنا لما بنتكلم على التجربة التنموية المصرية او النظرة المستقبلية ينبغي الا يتم ذلك في معزل عن المتغيرات الدولية المحيطة بها. ده لما اقيم اي تجربة اقدرش اقيمها في إطار الظروف المحلية فقط، ولكن لازم أبص على هذه التجربة في إطار ما كان يحيط بها من تطورات ومن متغيرات سياسية ودولية. فإحنا النهاردة بنتعافى أو كنا بنتعافى من أزمة كوفيد-19 وما تبع ذلك من الوضع الضغط على السياسات المالية لدى أغلب الدول الناشئة، وبالتالي إحنا في مصر يمكن كنا خارجين من مرحلة إصلاح الاقتصادي وكان عندنا المساحة المالية اللي احنا قدرنا نساعد بها الاقتصاديات، ولكن مما لا شك فيه ان هذه الأزمة خلت الحيز المالي والمساحة المالية المتاحة لدى الدول والاقتصادات الناشئة انها تقل. ثم بدأنا في الأزمة الجيوسياسية وانعكاساتها المستمرة، وده أدى إلى نقص شديد في العرض، نقص في جانب العرض من السلع، وبالتالي اضطراب شديد في سلاسل الإمداد. أزمة الطاقة النهاردة الموجودة في أوروبا، كل ده عمل إيه؟ كل ده رفع الأسعار بشكل كبير. دخلنا في موجة تضخمية شديدة، والحقيقة الموجة التضخمية دي البنوك المركزية بدأت أو تسارعت في الاتجاه إلى رفع أسعار الفايدة عشان تقلل من ضغط هذا التضخم على المواطنين بتاعتها. فالنتيجة كده على الاقتصاديات الناشئة إن إحنا النهاردة هذه الاقتصاديات بقت بتعاني من إنها بتواجه ارتفاع شديد في أسعار الفايدة، ارتفاع في أسعار الفايدة للاقتراض، وأيضاً النهاردة رؤوس الأموال بتذهب حيث هناك عائد أعلى على هذه الاستثمارات، وبالتالي بدأ موجة من خروج رؤوس الأموال من الاقتصاديات الناشئة بحثاً عن العوائد الأفضل على رؤوس الأموال بتاعتها، بالإضافة طبعاً للأزمة العقارية في الصين. وزي ما كان بيقول دكتور محمد العريان، إحنا عندنا ثلاث دول أساسية بتؤثر بشدة على معدلات النمو وعلى الضغط الشديد على تخفيض معدلات النمو في الاقتصاد العالمي، وهم أوروبا، أسف، أمريكا والصين واليابان. طيب، فإحنا النهاردة الوضع اللي العالم كله بقى بيشهده إن إحنا داخلين فيما يطلق عليه الستاكفليشن أو مخاطر الركود التضخمي. أنا عندي معدلات تضخم بترتفع وعندي معدلات نمو بتنخفض، وده طبعا يعني مع ازدياد حالة عدم اليقين هذه الموجة تستمر لفترة ممتدة. الحقيقة إحنا يمكن آخر مرة مرينا بمرحلة ستاكفليشن أو مرحلة ركود تضخمي كانت في 2008، ولكن يمكن الفرق بين هذه الفترة وفترة 2008 أنه أولاً المؤسسات المالية والبنوك المركزية النهاردة بقت أقوى من البنوك المركزية في ذلك الوقت. الحاجة الثانية أن احنا بنواجه كاقتصاديات ناشئة دولار أقوى مما كان عليه في فترة 2008، فيمكن ده بيضاعف أو بيزيد من التحدي الموجود على الاقتصاديات الناشئة. خسائر الوضع ده بيؤدي إلى خسائر على المستوى الدولي بتقدر بزيادة حجم البطالة ب 228 مليون مواطن بنهاية هذا العام. الـ UNDP بيقدر زيادة 75 مليون شخص هيخشوا في الفقر بنهاية هذا العام، بالإضافة إلى ارتفاع شديد في نسب الدين العالمي الجلوبال ديت إلى الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 350%.